السلام عليكم لا فامي، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. هذا اول فلوق لينا في قناه حياه عمر. عمر علاش جينا تجمعنا اليوم؟ بغيت تعرفوا علاش جينا تجمعنا اليوم؟ اكيد غادي تعرفوا. المهم كنشكروا الناس اللي دعمونا والناس اللي اشتركوا معنا في القناه، وشكرا على التعليق ديالكم وعلى لي لايك، وبكم راه جايه شي حاجه ان شاء الله لافضل واجمل. المهم جينا باش نقربوكم من المجموعه، نقربوكم من الجروب ديالنا اللي كيخدم معنا، الناس اللي كتمثل والناس اللي وراء الكواليس اللي كتعذب اكثر. اكيد غادي تعرفوا، يلا تبعوا معنا. كنشكر اي واحد تفرج في الفيلم ودار لايك ودار الاشتراك وفعل الجرس ودار تعليق. بالنسبه للتعليق كنقراو لي ميساجات ديالكم كاملين السلبيه والايجابيه. هما بصراحه بجوج بهم راه كينفعونا، الايجابيه راه كتزيد تشجعنا اكثر، وبالنسبه للسلبيه كتزيد توعينا اكثر. خصوصا التعليق اللي جانا على فطوم، عندنا ديال فطوم فطوم كان عنده واحد الطور اللي صعيب شي شويه وضربات معنا تماره، وكنشكروها بزاف من هذا المنبر. غايه كنقدم لكم فطوم. السلام عليكم لا فامي، كنتمنى تكونوا لاباس بخير مزيان كلشي ومهذب. كنشكركم على الدعم ديالكم، وبكم ان شاء الله غادي نوصلوا شي حوايج اللي هي كبيره بزاف. ان شاء الله نكونوا دائما في المستوى ونعجبكم. والدور اللي كان عندي كان صعيب بزاف، بعد ما سخط تعذبوني بزاف وتعذبوا عليا بزاف. المهم كنشكركم بزاف وكنقول لكم شكرا 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 على الدعم ديالكم. نخليكم مع باقي ليكيب ونزيدكم الخوت. حاجه اللي عجبتني زوينه والتعليق اللي عجبني زوينه بزاف، مول 4000 اللي شونجا الفيلم كامل. غادي نقدمو لكم دابا مول 4000. واش عرفان صافا؟ صافا عليكم، اماكم مزيان كلشي على خير. شكرا على الدعم ديالكم والاشتراك ديالكم، وبلا بكم ما نسوا والو. وان شاء الله ملي نبدا ما نشوفوا الافضل في الافضل في الافضل. مشاو لتركيا وتهضروا في تركيا، جي ماكو جي راسك ان شاء الله. نزيدكم الاخوان، نبغي نشكر واحد الانسان واحد الشكر اللي زوين اللي تعتم معنا في الفيلم بزاف. علاش؟ حيت الانسان مزوج ومتختخ، الناس ديال المدينه القديمه، الناس الحايلين المعقرطشين. واش عرفتوا شكون ولا ما عرفتوا شكون؟ اكيد غادي تعرفوا شكون حي. سلام الخوت، جيسبيركم زالي تري بيان. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى الانتقادات ديالكم اللي كانت سيغمون كلها ايجابيه. واخا كان عندي بزاف المشاكل في التصوير، كنت تنتعطل بحكم المسؤوليات اللي عندي، كانوا عندي بزاف تنتعطل عليهم وتنطلب منهم يسمحوا لي بزاف على الروتر اللي تندير معاهم. وهذا الشيء كله كيرجع للفضل الاخوان اللي معايا كلهم اعضاء ديال الفرقه كلها. نتقبوا نتقبوا ارتقبوا ارتقبوا جديد جديد ان شاء الله، وغادي نديروا البعز ان شاء الله. ومرحبا بكم. كيتفرقوش ومعروفين بالتبربيق شمحة. السلام عليكم خوت، كي دايرين؟ هانيه صحيحه كلشي مزيان؟ درقت عليكم هذا هو اللي مسكين تكرست عليه في هذاك الفيلم الاخراني ديالنا، اللي لنا الاعجاب ديالكم واللي به طلعتوا لنا راسين ديالنا ووصلت لهذا الشيء هذا اللي وصلنا ليه. وكنتمناو الجديد ان شاء الله حتى هو ان الاعجاب ديالكم يقدر يكون في المتناول ديالكم، ونقولوا العصا كاع ماشي مشكل، المهم يعجبكم المحتوى يكون داكشي زوين. وهاني على قبلكم نديروا اي لايك. هاني ماشي مشكل، شكرا بزاف على الدعم تاعكم، واللي ما ابونيش تابونا حاولوا ابوني بارطاجيو مع اصحابكم. الله يبارك بينتوا لينا في اول كلمه ابوني. شكرا بزاف لكم، تحيات تشوفوكم حوايج اخرين مزيانين جديد ان شاء الله. بحكم التعاليق اللي قريناهم لاحظت بزاف بانه كاينين الناس كيسولوا على حمزه بريجيت، خو عمر بريجيت، لانه ما كانش معنا في هذا الفيلم اللي نزلنا مؤخرا بحكم الظروف، كانت عنده الخدمه. فاليوم كاين معنا هو وحمد. هما طرقوا. السلام عليكم الناس جاوا من المتابعين ديالنا، غادي تسمحوا لي انا حيت ما جاش، كانت عندي واحد الظروف خاصه، قلت ان شاء الله غادي نكون ان شاء الله تعالى في الله. السلام للحباب ديالنا، تنشكركم على الدعم ديالكم، راه وصلنا بكم انتوما، وتنتمنوا ان شاء الله غادي تسناو الجديد ان شاء الله من هنا لقدام. وتنشكركم بزاف، ميرسي بوكو لا فامي.
لذيذة بالنسبة لهذا البلوغ. عرفناكم على ليكيب ديالنا حياة وعمر وتوم وهشام ونرجعوا لحمد وحمزة وحمزة بدر وياسين وطبعا ما غاديش ننساو الأخت الكريمة اللي ديما فيها الجوع في الفيلم اللي هي سلمى. تحية كبيرة لك وشكرا بزاف على المجهود ديالك. كنشكرك من هنا كنشكروا سمير العروسي الادريسي والناس اللي تعاونت معنا في الفيلم ديالنا الاخيره. كنشكركم بزاف بزاف عليكم. ورا القادم اجمل القادم افضل ان شاء الله. غيروا شي حاجه للهربه وبزاف تسناو الدعم ديالكم. باقي لنسينا شي حد نسينا شي خليكم معنا باش تعرفوا شكون نسينا. فامين دقيقه باقي ما شكرناش واحد الاخ اللي هو رويتا سي محمد اللي وكلنا الزباله. كنا عليك الله كنوجه ليه تحيه من هنا وشكرا لك بزاف اخويا سي محمد. ودابا غادي نجيو للانسان اللي ما خصناش ننساو اللي هو العميق ديال الجروب كامل اللي خدم معنا بزاف اللي هو مصطفى العميق ديال الجروب ديالنا. كنشكر الجمهور اللي دعم هذه القناه هذه اللي غادي الصراحه ليكيب دابا. وما تنساوش ديروا ديك ابوني باش تزيد ديالنا باش نزيد نخدموا. وخا هذا الفيلم اللي غايجي ان شاء الله من قدام فيه خدمه بزاف وفيه تاع النهار وخاصكم تسناو ما نقومش غير تسناو. ما تنساوش دعمونا وراه جاي لكم شحال الطوب وتسناو. وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد غادي نزلو ان شاء الله. اي ميرسي لكم بزاف. Bravo l'équipe. Au revoir.